Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا والصلاة. جعل الأرض خرارا وأحاطها بسبع سماوات أخرج منها نبات كل شيء والفلك بالخير في البحر جاريات سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش رفيع الدرجات عليم قدير تندرج تحت علمه جميع المدركات وتخضع لسلطانه وسلطان قهره كل الموجودات سميع بصير تستوي في كمال سماعه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا تحجب رؤيته الظلمات علي كبير لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الشهوات المبرأ من الهوى والمنزه عن النزغات والخطرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. All praise to Allah, we praise Him and seek help and forgiveness. I bear witness that not God but Allah and Muhammad His servant and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. وأني وأخواتي نتحدث اليوم في خطبتنا عن مكافأة الله للطائعين. Today I will talk about to the reward of Allah to the obedient. To obedient. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah سبحانه وتعالى say I didn't create jinn and ins except to worship me. وعبادة الإنسان لله تعالى تدور بين الطاعة والمعصية، فهناك من يلتزم أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه، فهذا هو الطائع. Worshiping Allah is all about obedience and disobedience. There are some servants who follow the order of Allah. وهناك من يعصي الله تعالى ورسوله ويجتنب نواهيه وهذا هو العاصي. And his messenger and they stay away from what here سبحانه وتعالى he forbid. قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Therefore Allah سبحانه وتعالى say these are the limits of Allah and whoever obey Allah and His Messenger, Allah will permit him to enter paradise which river run under beneath, and they will remain therein for last. This is a great succeed. وللطائعين جزاء عند الله تعالى في الدنيا والآخرة، والطائعون درجات منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المتقي ومنهم المحسن. قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. فمن جزاء الله تعالى للطائعين ما هو في الدنيا وما هو في الآخرة. The obedience are levels. Muslim
مؤمن مهتدي متقي محسن and الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala of them have reward for Allah according to their degrees in this life and in the hereafter. ومن هذه المكافآت للطائعين العناصر الآتية. Among this reward for the obedience are the following. الأول الفرقان ومغفرة الذنوب وسترها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي إن تتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه يكافئكم ربكم سبحانه وتعالى بثلاث أشياء: علم تفرقون به بين الحق والباطل وتنجو به من المهالك، ومغفرة للذنوب وسترها عن الناس. Number one, فرقان, forgiveness and covering sins. Allah subhanahu wa ta'ala say, O you who believer, if you fear Allah, He will provide you with knowledge of guidance and the Quran which can help you to know what is the right and what is the wrong, forgiving your sins, and He will cover your sins. Indeed, Allah is a great bounty. ثانياً حصول البركة. فقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Number two, the blessing of Allah. With the obedience, Allah subhanahu wa ta'ala showered the servant with his blessing according to the Quran. And the people of town live and fear Allah by applying His order, we will open blessing from heavens and earth for them. ثالثاً يرزقهم الله النور في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا نور الدنيا وهو القرآن وهداية الله تعالى فوق هدايته وطاعته فوق طاعته. وأما في الآخرة فقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Number three, they will be provided with light of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said, O you who believe, fear Allah and believe in Him and His Messenger. He will provide you with the shares of His mercy and will opening a light that you can walk with it and forgive you sins
and Allah ID the most forgiver. رابعا الطائعون يحبهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى والله يحب المحسنين. وقال ربنا تبارك وتعالى في حديث القدسي إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في جبريل يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض ويقول ربنا تبارك وتعالى والله يحب الصابرين. Number four, Allah loves this obedience. Allah mentioned in the Quran that He loves المتقين. He loves المحسنين. He loves التوابين. He loves المتطهرين. He loves الصابرين. Angel and people who love Him. Allah subhanahu wa ta'ala loves those who perfect their deeds. According to hadith the Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. I say that and ask Allah subhanahu wa ta'ala forgive me and free. الحمد لله رب العالمين على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه والهادي إلى إحسانه صلوات الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدروس المستفادة من هذا من هذه الخطبة lesson and learning. Number one, طاعة الله تعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه واجبة على كل مسلم ومسلمة. Number one, following the order of Allah and His Messenger with staying away from the disobedience are mandatory over every Muslim and Muslim. Number two, طاعة الله ورسوله سبب في رضا الله عز وجل عنا في الدنيا والنجاة من العذاب في الآخرة ودخولنا الجنة خلودا بلا موت. Number two, obeying Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم grants us the satisfaction of Allah in this life and in the hereafter. Last paradise forever. ثالثا الطائعون يهديهم الله في الدنيا ولا يضلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Number three, the obedience of Allah guide us in this life and will never misguide us. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, I have left with you two things. When you hold on to, you will never get lost. The book of Allah and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اني داع فامنه، او من دعاء سسي امين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لهمومنا واحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا به ما نسينا، ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من الطائعين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين. يا الله جايب أصل with the Quran، يا الله protect us with the Quran، يا الله honor with us with the Quran، يا الله give us happiness with the Quran، يا الله guide us and protect our children، يا الله protect our parents، يا الله protect our family، يا الله give us الجنة، يا الله accept our دعاء، يا الله accept our ذكر، يا الله accept our prayer، يا الله accept our all دعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. توا استقيموا الصلاة.